مرحبا بحضراتكم مشاهدينا من جديد. العمل التطوعي بيعتبر من أهم الظواهر اللي بتعكس الصورة الإيجابية للمجتمع ومدى ازدهار المجتمع ومدى يعني إن أفراد المجتمع دول بينعموا بالأخلاقيات والسلوكيات النبيلة جدا، لأن العمل التطوعي بيعتبر سلوك اجتماعي سليم، وبالتالي فهو بيعزز القيم الخاصة بالتعاون والمشاركة بين أفراد المجتمع، وبالتالي بيؤدي إلى نجاح وتنمية المجتمع بشكل مباشر. النهاردة عايزين نتكلم عن العمل التطوعي، ونتكلم تحديدا عن دور المرأة الفعال جدا والبارز جدا في هذا المجال الهام اللي من شأنه تنمية المجتمع وأيضا مساندة الدولة في حل كثير من السلبيات ممكن تكون متفشية وموجودة داخل كثير من المجتمعات. النهاردة نتكلم عن أهمية العمل التطوعي مع ضيوفي الأعزاء اللي بيشرفوني في هذه الفقرة. معنا أستاذة لبنى درويش، باحثة في مجال المرأة، أهلا بك أستاذة لبنى. معنا أيضا الكاتب الصحفي أستاذ عبد الرحمن مؤمن، أهلا بك أستاذ عبد الرحمن. اسمح لي طبعا يعني ليديز فيرست، وابدا مع استاذه لبنى واسال حضرتك عن المفهوم العام للعمل التطوعي المقصود بيه يا فندم. اولا بشكركم جدا على اللقاء دوت، وبتمنى لكم كل التوفيق. وطبعا النهارده الجو طبعا الاجواء المناخيه غير مستقره، صعبه شويه. ربنا يا رب يعين كل الناس اللي موجوده في الشارع دلوقتي. طبعا اولا العمل التطوعي اللي هو ان احنا بنبدا ان احنا بنحاول احنا نساعد بعض، او ان انا ببدا ان انا اشارك في اي مثلا منتديات او مبادرات بدون ان انا اخد اجر، مجرد ان انا بحاول ان انا اوجه طاقتي او شغلي او خبرتي بان انا ازاي اقدر اخدم المجتمع والناس اللي حواليا. صحيح. من خلال مشاركتي بقى، من خلال بقى اعمال خيريه، ان انا انزل مثلا اشوف المدارس، دور الرعايه، احاول ان انا اوجه طاقتي للحاجات دي، برضو المساعده، برضو الناس اللي هي في الشارع برضو البسيطه. صحيح. ان انا ازاي برضو في دلوقتي طبعا عندنا مثلا بيبقى في اطفال الشوارع، في عندنا برضو الاسر المحتاجه، ازاي ان انا اوجه طاقتها بانها تقدر ازاي انها تشتغل، اوجهها لحاجه انها تقدر تبقى اسره منتجه، بدل ما هي منتظره ان انا اديها عائله او اديها فلوس. الفلوس طبعا هتاخدها تخلص. صحيح. لكن لما اخدها اوجهها ان انا اشوف ايه تقدر تعمله، او ايه تقدر اوفر لها مثلا فرصه تشتغل عمل، اوفر لها فرصه عمل دوت، انا كده بقدر ان انا اساعدها واقدر ان انا اوفر لها المناخ المناسب اللي تقدر من خلاله ان انت بتكون عضو فعال في المجتمع. يعني نقدر نقول ان العمل التطوعي الغرض منه هو خد حاجه مثلا بدون خدمات معينه، مش منتظر اي صحيح. اي يعني اي عائد او اي حاجه، سواء اي عائد. لا بالعكس، انا بحاول ان انا يعني بواجه كل طاقتي ان انا ازاي اخدم المجتمع والناس اللي حواليا، ويا ريت ان احنا كلنا نشارك، ولو حتى نبدا بمجتمعنا وشارعنا مثلا في المنطقه اللي انت فيها، شوف مين عندك محتاج وحاول ان انت تبدا تساعده، تبدا توجهه للمكان الصح اللي يقدر من خلاله ان هو يقدر مثلا يقدم حاجه تبقى نافعه للبلد ولنفسه قبل اي حاجه كمان. هل استاذ عبد الرحمن العمل التطوعي بيتطلب انه يكون من خلال مجموعه من الاشخاص، ولا ممكن لو كل شخص مننا بدا بنفسه او فكر في فكره من خلالها يقدر يخدم المجتمع ويخدم افراد المجتمع ممكن يقدر يحقق ده بذاته؟ تمام. هو طبعا الانسان لازم بيبدا طبيعي اللي هو بيبدا بنفسه. اهم حاجه اللي النيه في العمل التطوعي تكون النيه خالصه، لان للاسف برضو بنلاقي بعض الشخصيات ممكن بتبقى همها مثلا صوره معينه اللي مثلا يتقال ده بيعمل عمل تطوعي او حاجه. فاهم حاجه الصدق في النيه عشان يقدر اللي هو يثبت حاجه. فاكيد في مثلا مواقف تطوعيه، مثلا ممكن حد يروح مثلا يزور مريض مثلا، بس ممكن يشجع الناس، او هو ممكن يروح بنفسه يعمل عمل خير مثلا لحد، ممكن مثلا تكون حد في الشارع مثلا، واحده ارمله مطلقه كذا، فبيبدا اللي هو يساندهم او يساعدهم، ودي مش لازم يكون فيها مجموعه من الناس، بس طبعا لو شجع ناس اكيد بيبقى افضل، اللي هو مثلا عشان بيبقى اكيد التكافل اكتر او المساعده اكتر، باكيد بيتاثر على الاشخاص ديت. واكيد احنا بنشجع بعضينا في العمل التطوعي لما نكون جماعه، يعني لما الناس لما تشوف سلبيات كتيره موجوده في المجتمع او ظواهر سلبيه او اخلاقيات سيئه، فاكيد هو لو لوحده هيبقى صعب ما هو يجي يشوف مثلا ان انا لوحدي كده انا بعمل حاجه. صحيح. ومفيش حد بيعيني على الحاجات الكويسه، وخاصه لو كمان مثلا هو مثلا في صحبه او مثلا في شغله في مثلا ناس اخلاقياتها مثلا صعبه شويه او طريقتها صعبه، في اماكن كتيره ممكن بينزل فبيلاقي اخلاقيات وحشه، فلازم يستمد بقى هنا طاقه ايجابيه. صحيح. لازم هو يعرف اللي هو على حاجه صح، فيعرف ازاي، يعرف عن طريق اللي هو معاه مجموعه
بيشاركوا مع بعض. لما نحب ننزل نزور مريض هننزل، لما نحب ننزل مثلا نشوف الاطفال، اطفال مرضى سرطان، لما ننزل مثلا الاولاد اللي هم اللي مثلا عندهم مشاكل ذهنيه او كده، ننزل مثلا ننزل نشوف الاولاد دي الاحداث. ودايما بنقول يا جماعه ان الاماكن دي اماكن مهمه جدا اللي احنا نزورهم، لانهم بيبقى اسعد ما هم بيحتاجوه، اكثر ما بيحتاجوه هو الزيارات. صحيح. زيارات اللي احنا زياره وكمان تنميه مهارته. اللي احنا مثلا هم لديهم استعداد اللي هم يكون ليهم تنميه مهارات، اللي نشوف موهبهم ايه، حاجاتهم ايه. وده بنقول دايما ان ده دور كبير في مكافحه الارهاب من الجذور. تمام. يعني اما احنا مثلا نشوف الاولاد اللي هم بتوع الاحداث، والاولاد دي طبعا حضرتك عارفه اللي هو سن معين وبعد كده بيبداوا اللي هم يخرجوا للشارع، فبالتالي لازم يكون في تاهيل نفسي تأهيل كمان عشان هو ما بيبقاش ناقم على المجتمع على المجتمع ده، هو ما لقاش حد مثلا علمه، ما لقاش حد اهتم بيه. طبعا لقى الاحداث او لقى دور الرعايه اللي هو فيها اهتم بيه في فتره معينه وبيصطدم بالمجتمع وبعد كده خرج، فخرج بقى طبيعي. اللي احنا زي كده ما اصطدمنا في فتره الثوره وكده بعض الشباب طبعا او الاطفال اللي احنا لقيناهم بيحرقوا المجمع العلمي، بيحرقوا ما شابه ذلك، وكنا بنشوفهم اطفال. صحيح. اطفال، ان الاطفال دي ما تعرفش تاريخ الاماكن دي، اعمار سنيه صغيره جدا كانوا بيقوموا اعمال. عشان كده احنا حتى كان اهتمامنا اللي احنا كفريق طموح حتى ننزل للاماكن اللي زي كده دور الرعايه، ننزل نجيب لهم حد في الوعي الاسري بس يكلمهم بطريقه بسيطه عن اثار بلدنا، ننزل مثلا حد يكلمهم في النظافه الشخصيه، ننزل مثلا حد ممكن يكلمهم من متحدي الاعاقه مثلا هو البصريه او الحركيه، فيشوف اللي هو ايه، لا ده انا برضو انا في نعمه. صحيح. ان يعني احنا برضو عندنا مشكله اللي احنا يعني قله الرضا. قله الرضا دي بتبقى اهم حاجه، ودي بقى الحاجه اللي احنا بنتكلم اما العمل التطوعي بيكون صادق واما بيكون ملتمس اكتر بانشطه اجتماعيه وانسانيه، بيبدا يحصل هنا عمليه الرضا والطمانينه، وده اجمل ما في العمل التطوعي، وده اللي بيساهم في نجاح العمل التطوعي. وده كمان بالتأكيد. وده بيكافح نقطه مهمه جدا اللي احنا بنعاني منها دلوقتي او اشخاص كتير عمالين كل شويه نسمع عنها، ظاهره الانتحار وظاهره الاكتئاب وظاهره اللي احنا نفضل نقول للحياه زي بعضيها. عمر ما هو يحس الحياه زي بعض طول ما هو بيعمل حاجات فعلا بيحس اللي هو مش مجرد اللي هو انا انسان يبقى انا اكل واشرب واشتغل بس اللي هو الشغل اللي هو بفلوس. لا، انا باكل واشتغل وفي دور ياثر عليا في الدنيا اللي هو انا احس بثمرته في الدنيا، اللي هم اهل الخير، اللي انا مثلا ما اجي اعيا مش عشان هيجي لي مش عشان مصلحه. صحيح. لا، هو يجي لي عشان هو جاي لي لله، جاي لي كده. واثارها برده في الاخره، يعني اعمل الخير مش بقى زي ما احنا بنقول كده اعمل الخير ورمي البحر. لا، اعمل الخير واحتسبه عند الله ونعم بالله. استاذه لبنى، هل العمل التطوعي نقدر نقول ان هو بيقتصر فقط على المساعده الماديه، ولا ممكن يكون عمل انساني؟ مش لازم يكون العمل التطوعي من خلاله بنقدم الماده او المساعده الماديه للاشخاص. لا طبعا، يبقى اكيد طبعا ان انا بحاول ان انا اوظف المساعده دي بان انا ازاي يعني اخرج مثلا يعني مثلا احنا في مبادرات مثلا شفتها بتشجع المصريين جدا على الصناعه المصريه. برضو عندنا برضو من ضمن برضو فينا عندنا نماذج برضو اللي هو صناعه الهاند ميد. في ناس كتير عندها صناعات اليدويه اللي هي الهاند ميد بصراحه، يعني مثلا سواء بقى خزف اكسسوارز تحف، في حاجات كتير جامده جدا. وفي كمان عملوا كاوتشات، دي برضو دي مبادرات من ضمن المبادرات ان احنا قدرنا ان احنا انا يعني شفت المبادرات دي بنفسي، ان هم قدروا يواجهوا السيدات اللي هي منتجه اللي هي في السيدات اللي في البيت انها تروح تتعلم صناعه الكاوتش اللي هو الكوتش بتاع الشوز بتاع الاولاد، انها تقدر انها ازاي تعمله، ويقدروا كمان ان هم كمان يوصلوا صناعتهم دي بره. يعني في كمان يعني في ناس عملت في رواج للصناعه، في رواج كمان للشغل اللي هم بداوا كمان يروجوا لده بره. فدي كمان حاجات من ضمن الحاجات اللي احنا المفروض ان احنا يعني نلقي الضوء عليها. احنا مثلا نحاول نشوف اي سيده عندها موهبه وتقدر انها تدي في اي مجال، نحاول ان احنا نساعدها ونوفر لها الامكانيات او المناخ اللي تقدر من خلاله انها تنتج وتبقى فرد منتج. طبعا ده اولا هيعود عليها لاسرتها بان هي يبقى في دخل ليها، هيعود على البلد بان انت بدل ما احنا بنستورد حاجات من بره يبقى في عندنا اكتفاء ذاتي من. صحيح. حاجات معينه في مثلا في مصر ممكن تكون حاجات بسيطه او حاجات بسيطه. لا بس والله وعلى فكره بيبقى ليها طلب كبير جدا بره، تبقى مطلوبه، يعني هم بره بيقدروا جدا شغل الهاند ميد مثلا. انا شفت بنفسي الحاجات دي وبيعملوا شغل بطريقه مبتكره جدا، سواء بقى مثلا في اللي هو شغل الهاند ميد بالنسبه للملابس، للمفارش، بيعملوا مفارش بالكروشيه، السجاد اليدوي كمان، سجاد يدوي كامل عاملينه بشغل حاجات بالكروشيه جامده جدا. وانت شوفي بس الجمال اللي هي فيها، وتحف يعني كمان حتى التحف بيعملوا تحف بنماذج مصغره، فرقه ام كلثوم، حاجات كده برده من التراث. كل الحاجات دي جميله جدا لو احنا شجعناها
وقدرنا ان احنا نوفر ونوظف العمل التطوعي، ان احنا نطلع الابتكارات ونطلع المواهب المدفونه وقدرنا ان احنا نطلعها، نقدر بجد ان احنا يعني نخلي في مصر فيه افراد منتجين بجد. صحيح. استاذ عبد الرحمن، لو هسال حضرتك عن اكتر الفئات اللي في المجتمع اللي محتاجه فعلا ان يكون في يعني تكفل بيها ويكون في مساعده بتقدم ليها، ايه هي الفئات اللي محتاجه ده والحالات الانسانيه اللي فعلا موجوده ومحتاجه ان يكون في اهتمام بيها كبير؟ هو طبعا في يعني في اكيد نسبه يعني فقر بالنسبه لمجموعات اكيد من الناس وكده، وفي طبعا، لكن احنا يعني دايما بنحذر من حاجه، ان يعني للاسف احنا عندنا حتى نقطه الصدقات، يعني الناس بتحب اللي هي تتصدق مثلا وتحب اللي هي تعطي وكده، وللاسف احيانا في اوقات كتيره جدا يعني بتبقى الاماكن بتبقى غلط. يعني مثلا احنا مثلا ما بنيجي ندي مثلا الناس اللي هم في الشارع مثلا، واحنا دايما بنحذر من النقطه دي، او اللي احنا مثلا بنشوفهم ولابسين مثلا بعض المتسولين اللي بيبقوا بعض المسولين، او اللي هم حتى في المواصلات العامه اللي هم اصلا للاسف بيسيئوا للنقاب مثلا، بيبقوا لابسين نقابات بحيث ان هم يتستروا، وللاسف احيانا بيبقوا خاطفين الاولاد ديت يعني. وطبعا حتى ربما في مسلسل وجه القمر كانت الفنانه فاتن حمامه كانت القت الضوء على الموضوع ده، وهي كانت طالعه مذيعه والناس برده ما اهتمتش خالص بالموضوع، يعني افتكرت ان هو خلاص ده مسلسل وكده، لكن هي عرضت نقطه مهمه جدا، عرضت ظاهره موجوده، ان هي قالت ان الاولاد دي فعلا ممكن بيبقى اوقات كتيره جدا بتبقى واخدين مخدر، بدليل ان الولد ده بيبقى نايم ما بيبقاش اصلا صاحي، يعني ما بيلاقيش ابدا ولد في مترو وهو بيصرخ. الطفل ده يبقى الطفل ده مخطوف، يبقى اما حضرتك بتدي له، يبقى انت كده بتدي للست اللي هي الموجوده دي، يبقى انت كده بتشجع ممكن على خطف الاولاد دي، او على الاقل الاساءه لو هي امه يعني، وده ممكن يعني يبقى احتمال ضعيف، بس حتى لو هي امه يبقى احنا كده انت بتسهل لها احنا الموضوع، بندور الموضوع. فطبعا اكيد افضل حاجه تكون ما بين الشخص هو بيدي للاشخاص اللي هم فعلا بيجدهم محتاجين، يعني مش بس في الفقراء بس، في ناس بتبقى عليها مثلا دين معين وهم اصلا مش طبيعتهم هم يبقى عليهم ديون، وبيضطروا اللي هم يبقى عليهم مثلا دين معين، فانا بحاول ان انا نساعده مثلا في المستشفيات مثلا، برضو في مرضى يعني يا رب يكفي جميعا الناس المرضى طبعا سرطان الاطفال، مستشفيات طبعا الاورام والحاجات زي كده بتبقى طبعا الحاجات دي بيبقوا محتاجين طبعاً اكيد للدعم، وافضل الدعم اللي هو يعني للشخص نفسه، يسلم للشخص نفسه، ومش لازم كمان الدعم احيانا مش لازم يبقى مادي، انا ممكن اشوف الشخص ده هو محتاج ايه، مثلا مثلا في حد وهم مثلا محتاجين رعايه مثلا للعلاج معين، فانا بتكفل مثلا ممكن بعلاج مصاريف مثلا علاج مثلا اولاد مثلا ومعهمش الست دي مثلا ام واب في نفس الوقت، فبتكفل مثلا بامور مثلا دراسته، واحنا ربما برضه في فريق طموح يعني في عندنا اشخاص، بعض الاشخاص المقتدره بتقدر هي تعمل الموضوع ده مثلا التكفل بمثلا اشخاص مثلا ممكن دراسيا مثلا، بس بيروحوا بنفسهم بيروحوا يشوفوا الامر بنفسه، فلازم ان انا اشوف مش عن طريق بقى يعني، في طبعا جمعيات اكيد بتعمل حاجات كويسه، وفي للاسف بعض الكيانات بدون طبعا ذكر اسامي، بس بعض كيانات كتيره ربما للاسف بتتاجر بالامور امور الفقراء وامور المرضى وكده، وللاسف ده بيأثر اكيد على اللي احنا نعثر على الشخص اللي هو المحتاج الحقيقي، المحتاج الحقيقي ما بيطلبش، لا يسالون الناس الحافه، ده وصفهم اللي هو دايما بيبقوا في اماكنهم والناس هي اللي بتروح تخبط عليهم عشان تعطيهم، فلازم احنا لا نتواكل. صحيح. ما نتواكلش اللي انا لازم حد انا لازم هديله وانا مش عارف ايه، لا ده انا لازم اروح بنفسي. صحيح. لذلك احنا اما مثلا منزلنا التثقيف الفكري او منزلنا لبعض الاماكن كنا بنيجي نقول للناس احنا مش هناخد منكم اي يعني اي حاجه، انت سيادتك عاوز تروح بتروح، احنا مع بعض بنقوم رايحين، ومفيش واسطه ما بينك وما بين مفيش واسطه ما بينك وما بين الاشخاص ديت، انت بتروح لازم انت بتشوف حاله وانت بنفسك عشان انت حتى تفرحه، وانت نفسك اصلا بتاخد طاقه ايجابيه، يعني احنا مش مجرد ان انت بتروح تسعد الشخص، لا احنا لنفسنا بعد ما بنيجي نخرج من الاماكن ومن الزيارات زي كده بنحس بطمانينه وبنحس براحه نفسيه، اكيد دي بتاثر علينا حتى في ازاله هموم كتيره جدا، واكيد كلنا طبعا بناخد شحنه سلبيه من يعني من اللي احنا ممكن بنشوفه في الشارع ومن السلوكيات الخاطئه، فاكيد الحاجات زي كده هي اللي بتدينا روح الايمان وروح يعني الايمان والطمانينه فعلا. خصوصا استاذ عبد الرحمن يعني بعض الاطفال حتى المرضى مرضى سرطان ربنا يا رب يعافيهم ويشفيهم يا رب، بيبقوا محتاجين اكتر من الدعم المادي الدعم المعنوي، يبقوا محتاجين يحسوا بالسعاده بالفرح ان في حد مهتم بيهم، حد جاي يزورهم، حد بيدعمهم معنويا اكتر من فكره ان انت توفر له مثلا مكان في المستشفى او سرير. احنا كنا بنروح معاهم مثلا بكشاكيل حاجات رسم،
حاجات زي كده، فبيرسموا ويبقوا فرحانين جدا، ملايين مثلا مش عارف حاجات زي كده، بيبقوا اصلا نفسها فرحانين جدا، بتفرق معاهم كتير جدا، فرحانين جدا. فاحنا نتمنى للناس يعني حتى وهي بتسمعنا دلوقتي اما تسمع كده يعني فعلا تهتم بزياره مش بس سرطان اطفال، لان سرطان اطفال يعني بسم الله ما شاء الله في ناس كتيره بتنزل وكده، ولكن للاماكن زي ما بقول اللي هي ونموذج نموذج هي احد النماذج بس فعلا مثلا يعني مثلا دور التثقيف في مؤسسه التثقيف الفكري المنتشره في اماكن كتيره، احنا مثلا بنروح حلايف ابو قتاتا الاولاد فعلا بيبقوا هناك، هم محتاجين فعلا الاهتمام بس زياره. صحيح. ودي من الحاجات يعني حاجات ايجابيه وللاسف برضو مش ملقى عليها ضوء، ان لا في رعايه من التثقيف الفكري، احنا مش تبعهم ولا بس شغالين معاهم ولا حاجه، لكن فعلا في رعايه في دور مثلا رعايه اللي هم الاحداث، لا في اهتمام بيهم فعلا، الاكل والشرب ومثلا اللبس والحاجات اللي زي كده، وبعض الاماكن او بعض المؤسسات من ديت في اهتمام من الاخصائيين اللي هم يتعاملوا معاهم بطريقه سليمه. طبعا بنقول بعض عشان ده والله انا حاجه كده برضو بتبين لنا ان في صوره ايجابيه داخل، في صوره ايجابيه بس مش ملقى عليها ضوء، مش ملقى عليها حق. دايما بيتم تصدير الصوره السلبيه خصوصا بالنسبه للاحداث. أيوة. يعني الدارات الخاصه بالايتام وهكذا بيتم ترويج صوره سلبيه مش الصوره الايجابيه. للاسف انا في مثل بس صغير اللي احنا شفنا واحد يعني في دور الرعايه قدامنا بقى الاخصائيه بتقول له حضرتك هتاخد ابنك امتى وكده، يعني ابنه يعني هو الولد طبعا يعني على طول، فقال لها سنه انا طول الـ الاسبوع ببقى شغال بره وكده، فانا هسيبه لمين؟ يعني معنى كده ان الدوله هي بتتكفل بابنه اللي هو المفروض يبقى هو المسؤول منه الأول، وهو اللي بيتكفل الدوله بتتكفل بيه، يبقى انا حاجه زي كده انا ليه ما اتكلمش عنها، حاجه زي كده ليه ما برزهاش وابرز الايجابيات زي كده ليه، انا مجرد بس ان احنا دايما بنبرز السلبيات اللي حتى موجوده في العمل الطوعي او عموما الموجوده عموما في المجتمع، فلازم احنا نبرز هذه النقاط الايجابيه الموجوده. بالتاكيد. استاذه لبنى، الجمعيات الخيريه ودورها بقى في خدمه المجتمع حضرتك شايفه ازاي؟ في جمعيات خيريه انا اعرفها يعني فعلا بتقوم بتجهيز عرايس، بتقوم برضو توفير اطراف صناعيه، طبعا لما انا بوفر طرف صناعي لشخص مش قادر ان هو يتحرك وبديله فرصه ان هو يقدر يقوم يشتغل. في برضو دي جمعيات انا شفتها بنفسي واحضرت اليوم حفلات كتير لعرايس، جمعوا وعملوا عرايس حفل عرايس ايتام وعملوا يوم مع بعض فرح جماعي، وقدروا في اليوم دوت ان هم يوزعوا عليهم اجهزه كهربائيه. في برضو جمعيات بتحاول ان هي تعمل برضو مثلا زي كشك مثلا بحيث ان هو يقدر، وفرت برضو مثلا موتوسيكل بحيث ان هو يشتغل مثلا عليه دليفري. شفت جمعيات بتعمل شغل بجد يعني. وفي كمان حاجه تانية مهمه جدا اللي هي الغريمات. يعني انا اشتركت فعلا مع جمعيه في ان احنا رحنا واتصلنا ببعض الاقسام وشفنا الغريمات اللي عليهم مثلا مبالغ معينه، وقدرنا الحمد لله مع جمعيه من الجمعيات ان احنا قدرنا ان احنا نسدد جزء الدين اللي عليهم وخرجوا. ده في ناس يعني محبوسه على مبالغ تافهه يعني مثلا 200 جنيه مثلا 200 جنيه 500 جنيه و1000 جنيه تحقيق. يعني حرام انها تسيب بيتها واسرتها عشان خاطر مبلغ زي ده. صحيح. فبرضه من نوع من ضمن التكافل الاجتماعي لو احنا برضه حاولنا مع بعض، احنا يعني انا كشخص مش جمعيه عندي استطاعتي ان انا اقدر حاجه اعمل حاجه زي كده، ليه ما توجهش لقسم الاقسام واحاول ان انا اشوف مثلا حد من الغريمين 2 3 اللي انا على حسب استطاعتي وادفع لهم الفلوس. طبعا دي مبادره سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعني طبعا بدون غريمات اول حاجه طبعا الرئيس مشكور جدا غريمات. صحيح. اهتم بيها. صحيح. وعملها. فريت برضو احنا كمان نساعد، احنا كمجتمع نساعد، ما هو مش كل حاجه هتعملها الدوله طبعا، لازم احنا برضو كاشخاص في المجتمع وافراد في المجتمع لازم يبقى لينا دور نحاول، ده بقى هو ده التكافل الاجتماعي ان احنا نساعد بعض طبعا، لكن لو احنا كل واحد فينا اكتفى بان هو يشوف نفسه بس لا، طب ما احنا هنفضل طول عمرنا في ناس عندنا ما حدش يعرف عنها حاجه. وانا مش يعني الدوله مش لازم تدور على كل الناس دي، فانا عندي في منطقتي انا عارف مين اللي عندي محتاج طبعا، وعارف مين اللي ظروفه صعبه احاول ان انا اساعده. دي من ضمن الحاجات برضو اللي احنا برضو بنسعى وبنكرر وبنقولها كتير. برضو المستشفيات برضو محتاجه كتير دعم طبعا. في مستشفيات كتير ومحتاجه حاجات بسيطه، في وحدات صحيه كتيره جدا محتاجه بجد المعدات الخاصه، محتاجه معدات، وفي محتاجين كمان ابسط الحاجات زي القطن والشاش والحاجات دي. صحيح.
محتاجينها فعلا. مستشفى بوريش انا شفت بنفسي معاناه الاطفال وقد ايه الاطفال محتاجين، بس ما احنا رحنا عملنا حفلات هناك وقد ايه كان فرحه الاطفال بالحفله اللي عملنا لهم، وقدمنا لهم هدايا وحاجات بسيطه وعطينا دعم للامهات عشان تقدر انها تساعدهم. طبعا متحدي الاعاقه برضو، انا في سيدات جدا قدروا ان هم يحولوا اطفالهم من متحدي اعاقه ان هو بقى بطل جمهوريه وبقى في 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 الكاراتيه وفي العاب القوه، يعني في حاجات كتير قدروا ان هم يشجعوهم برضو ان هم يقدروا يوصلوا اولادهم لبر الامان. فانا من خلال البرنامج بتمنى ان كل الناس اللي بتتفرج علينا بجد ان هي تحاول ان احنا نبدا بنفسنا ونحاول نشوف اللي حوالينا ونحاول ان احنا نساعد بعض، يبقى في تكافل بجد اجتماعي مش تواصل اجتماعي عن طريق الفيسبوك. صحيح. اللي اصبح دلوقتي بقى واخد كل وقتنا واصبح ان احنا بنتعرف على بعض من خلاله. صح. يعني الفيسبوك عشان برضو ما نبقاش يعني دايما بنقول ان يعني مواقع التواصل الاجتماعي ممكن تكون ليها سلبياتها ليها ايجابيات، ولكن مش كلنا عارفين ازاي نستخدمها الصح. استخدامها الصح للأسف. يكون ازاي. أيوه. نستخدمها دايما في الحاجات اللي بتضيع وقتنا، هي بتضيع وقت ونشر الحاجات المفيده. يعني دي من اخطر الحاجات اللي بتنشر ايجابيات. طبعا ليه ما بننشرش الايجابيات وصلت على الايجابيات ان انا مثلا حاجه كويسه ان انا انشرها عشان غيري يقتدي بيها. ليه ما بنعملش ده؟ وليه ما ادعو برضو اعمل دعوه على مثلا على الفيسبوك ان انا مثلا هروح النهارده يا جماعه زياره مثلا لدور ذوي الاحتياجات الخاصه مثلا في اي مركز من المراكز الخاصه بيهم او المستشفى. ليه ما نعملش ده؟ ليه ما نحاولش ان احنا نشجع بعض على ده؟ طبعا الحاجات دي كلها المبادرات دي احنا من ضمن المبادرات بالنسبه لفريقنا بنحاول نعملها. في برضو عندي صالون بنحاول برضو ان احنا من خلاله بنكتشف المواهب، في مواهب كتير في بلدنا برضو مش معروفه بنسلط عليها الضوء. بنحاول نظهر دور المراه برضو من خلال ايه في طبعا المراه الحمد لله دلوقتي المرأة دلوقتي بقى يعني ليها تواجد في شتى المجالات دلوقتي. ودايما دورها بقينا بنحس ان هو ملحوظ حتى في ابسط الامور ليها تواجد بشكل كبير. لو هسألك عن دور المرأة في العمل التطوعي، ولكن اسمحي لي ارجع للاستاذ عبد الرحمن هسأله عن جزئية مهمة وهي السلوكيات الخاطئة في المجتمع، هل ممكن تعيق نجاح العمل التطوعي؟ اكيد طبعا، يعني هو ممكن بتاخره شويه لو يعني لازم بيبقى الاشخاص اللي هم في العمل التطوعي بيبقى عندهم الحماس واللي مش مجرد ان انا مثلا انا جاي عشان يعني مثلا ايه وقتي فراغ او كده، لا انا في رساله معينه احنا جايين احنا مع بعض بنعملها، رساله هي تغيير السلوكيات اللي هي سلوكيات المجتمع بجد. وطبعا اكيد ده يعني اول زرعه لما جيت انا فريق طموح للكلية البشريه لما جينا اهتمينا مثلا بموضوع تعديل السلوكيات، فاهتمينا ان احنا يكون معانا اشخاص متخصصين في جوانب مختلفه باعمار مختلفه من محافظات مختلفه، ده عشان النقطه ديت اللي احنا لما نيجي نتكلم على مثلا سلوكيات، فاكيد السلوكيات الكتيره الخاطئه بتحتاج اللي احنا بقى نكافحها باشخاص كتيره برضو يبقى عندهم خبرات وعندهم وقت. يعني اللي احنا لازم نتصدق بموضوع وقتنا. صحيح. الموضوع الصدقه ما بيكونش بس بالمال، لا الصدقه ممكن كمان تكون بالوقت وبالخبره. انا مثلا ممكن حتى واحد ما بيبقاش عنده خبره قوي بس عنده اللي هو عنده يكفيه مثلا وقت اللي انا استثمر وقتي. الحياه المفروض لازم احنا الوقت ده نعمه نستغله يعني اكبر استغلال ممكن. يعني بالنسبه حتى للتواصل الاجتماعي اللي كانت استاذه لبنى كانت بتتكلم عليه، يعني في جانب سلبي اللي فيه اشخاص كتيره ممكن بتستخدم التواصل الاجتماعي بطريقه غلط، لكن برضو في اشخاص كتيره بتستخدم اكيد التواصل الاجتماعي بطريقه مظبوطه، لان احنا اكيد اما احنا مثلا بنعلن عن مبادراتنا او عن الفرق بتاعتنا او عن الانشطه او عن الانجازات او بندعو الناس اللي هي تشارك، فاكيد ده بيكون من خلال التواصل الاجتماعي. واكيد برضو اللي بيتفاعلوا معانا بنكون مثلا اكيد بنشوف الكنوز البشريه بنكون عن طريق اللي احنا ايه بنتواصل معهم عن طريق الفيسبوك. نعم. فاكيد اللي عاوز هو بيستعمل التواصل الاجتماعي بطريقه سليمه، فاكيد احنا بنحاول دايما نوعي الناس على طريقه الاستعمال السليم للتواصل الاجتماعي والنزول بقى بعد التواصل الاجتماعي الى ارض الواقع للعمل لخدمه المجتمع. نعم. استاذه لبنى سريعا جدا دور المراه في العمل التطوعي، ولو تحديدا هسال حضرتك عن فكره التوعيه الخاصه بالصحه الانجابيه للسيدات وخصوصا السيدات في الريف في المناطق الريفية اللي ممكن يكون ما عندهمش الثقافة أو الفكر الكافي لأهمية الحفاظ على الصحة الخاصة بالمرأة. طبعا المرأة دلوقتي طبعا اكتسحت كل حاجة من كل المجالات، عندنا بقى في الطبيبة والمهندسة والمربية،
لو حاولنا ان احنا مثلا نشوف دور نوجه الجمعيات بان هي مثلا تعمل قوافل، بان هي مثلا تروح لسيدات الريف وتعمل زي ندوات، ومن خلالها نقدر ان احنا مثلا نعرفهم ايه السلبيات اللي ممكن تحصل لها من الانجاب المتكرر. صحيح. او قصه الاطفال ان هي اولا عبء عليها مادي وعبء عليها صحي وجسماني، وان هي ازاي دوت هياثر عليها، حتى ان هي احنا عايزينها تطلع للمجتمع شباب ناضجين وصالحين، مش انا اجيب مش هجيب اطفال وخلاص وفي الاخر ما اعرفش حتى ان انا صحيا إن أنا حتى مش اعلمهم مش ويبقوا صحيا كمان، ما فيش لا صحيا ولا جسمانيا ولا اقدر حتى ان انا اقدر ان انا يعني اصرف عليهم او اقدر ان اعلمهم. لو اتعملت توعيه ليهم طبعا، ومن خلال برضو البرامج، انا فاكره الاعلانات اللي كانت بتيجي زمان عن الانجاب والحاجات دي، الحاجات دي بجد كانت بتوعي الناس كتير جدا. نفسي بجد ان احنا دور الاعلام الاول يرجع، يعني احنا تحسي ان احنا زمان كان الاعلام دايما بيسلط ضوء على الايجابيات، دلوقتي بحس ان بيبقى فيه سلبيات اكتر. فانا نفسي ان نرجع تاني، يكون في تفعيل اكتر للدور الاعلامي، الرساله الاعلاميه اللي هو الهدف الحقيقي ان احنا نبعت رساله بجد. الناس بتقعد اغلب الوقت بتتفرج على التي في وبتشوف التلفزيون وكده، فالمفروض ان احنا نبعت لهم مثلا رسائل توعيه من خلال الاعلانات، من خلال البرامج، ان احنا ازاي نحاول برضو نبعت قوافل للكرة والحاجات دي من المدينه انها تفهمهم وتوعيهم، بحيث ان هم يبقوا فعلا يعني نقلل من الانجاب الكتير، ونبقى عارفه برضو ايه الصحه الانجابيه، لان دوت اهم حاجه صحه اطفالنا. بالتأكيد. لان طبعا دلوقتي انتشرت امراض كتير بسبب عدم الاهتمام بالصحه وعدم الاهتمام بالتعليم، ان ما بقاش زي الاول في اهتمام. نعم. احنا بنتمنى ان شاء الله من خلال هذا اللقاء يكون في اهتمام اكبر بالعمل التطوعي، يكون في مشاركه وتعاون من قبل جميع افراد المجتمع لخدمه المجتمع ولخدمه الافراد الحقيقي اللي هم محتاجين الدعم، مش بس الدعم المادي ولكن ايضا الدعم المعنوي. انا بشكر حضراتكم جزيلا، شكرا لحضرتك استاذه لبنى درويش باحثه في مجال المراه، شكرا لك يا فندم. بشكرك ايضا الكاتب الصحفي استاذ عبد الرحمن مؤمن، شكرا لك استاذ عبد الرحمن. شكرا لك. مشاهدينا فاصل قصير وبعد الفاصل يعود مع حضراتكم من جديد زميلي عاصم الشندويلي واخر فقره في حلقتنا النهارده، انتظروا.